بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض شرح للايونيزيشن بوتنشال. ده البارت الثالث في الليسن 2 تشابتر 2. احنا اتكلمنا قبل كده على الافكتيف تشارج، او اتكلمنا عن فكره علاقه النيوكليوس بالالكترونز وازاي ان هي بتاثر عليها في الحجم او في الاتوميك ريديس بمعنى اصح. هنبتدي نتكلم دلوقتي على حاجه اسمها الايونيزيشن بوتنشال. ايه هي الايونيزيشن بوتنشال؟ الايونيزيشن بوتنشال دي يا شباب مقصود بيها هي فكره ان ايه الانرجي اللي انت محتاجها علشان تعمل بوزيتيف ايون. ركز معايا في الموضوع ده بالراحه. بيقول لي if an energy is supplied to an atom، لو انت اديت انرجي لاتوم، electrons may be excited and transferred to higher energy levels. يعني انا دلوقتي لو اديت للاتوم، اديت لها انرجي، فالالكترونز هتاخد الانرجي دي وتطلع للليفل اللي فوق. But sufficient energy is supplied، ماشي، if sufficient energy is supplied, the most loosely bonded electron may be completely removed. يعني انا لو اديت energy لاي مجموعة من الالكترونز، الطبيعي ان الالكترونز دي تموف، تنتقل ل higher energy level، تطلع ل energy level اعلى. بس الفكرة ان انت لو اديت لها كمية طاقة مناسبة، الليفل الاخير، الالكترون اللي موجود في الليفل الاخير ده هيمشي. وبالتالي انا لو عندي مثلا ان ايه، الان ايه ده، سوري معلش، الان ايه ده 11، فهو عباره عن 281، يعني في 1 في الاخر. ال1 ده لو انا اديت له كميه طاقه مناسبه هيعمل ريموف، وبالتالي الطاقه اللازمه علشان تعمل فقدان لاخر انرجي ليفل ده اسمها ايونيزيشن بوتنشال. يبقى الايونيزيشن بوتنشال دي هي عباره عن كميه الطاقه اللي انت محتاجها علشان تعمل ايون بوزيتيف ايون. عشان تعمل ايه بوزيتيف ايه؟ عشان تعمل بوزيتيف ايون. فيقول لي هنا ايونيزيشن بوتنشال، اللي هي الايونيزيشن انرجي، يعني is amount of energy required to remove، هي كميه الطاقه اللي انت محتاجها عشان تفقد the most loosely bonded electron completely from an isolated gaseous atom. يعني انت لو عندك اتوم واحده، لو اتوم واحده، هنا بنتكلم على اتوم واحده، الاتوم دي انت اديت لها انرجي، اديت لها طاقه كافيه، وكان مثلا زي الان اي، الان اي ده لو انت عملت له كونفيجريشن هتلاقيه ان اي 3s1. ايه الان اي دي يا مستر؟ الان اي دي مقصود بيها ان هو شال الكونفيجريشن بتاع الاس اس بي، بما ان هو بيساوي 10 فشاله وحط الان اي 10، ماشي، كاختصار يعني. وفاضل 3s1، ال 3s1 ده فيه 1 الكترون، فانت عاوز تعمل ريموف، اديت له انرجي، فالانرجي دي خليته ايه، فقد الايه، فقد الالكترون ده. الطاقه دي بقى دايما بتبقى بالبوزيتيف، لان التفاعل ده بيبقى اسمه اندو ثيرميك او ابزورب انرجي. دايما لما بنمتص الطاقه، لما بنعمل ابزورب، لما بناخد طاقه عشان نعمل ريموف للالكترون، دي بتبقى بالبوزيتيف، الدلتا اتش بتبقى بالبوزيتيف. وخدنا الكلام ده قبل كده في اولى ثانوي. المهم ان انت عندك حاجه اسمها فيرست ايونيزيشن وسكند ايونيزيشن وثيرد ايونيزيشن. ايه الفكره دي بقى؟ نفترض ان انا عندي المنيوم 13 مثلا. ركز معايا، الاي ال 13 ده هو اس بي اس، ركز معايا، وبي كمان، يعني 1s2 2s2 3، ماشي، هنا 2 و2 و6 كده، دولت 10 10 وده 2، يعني ده بيشيل 2 كده، فاضل 1 وال1 بيتحط هنا. ركز معايا بقى، كميه الطاقه اللازمه علشان احذف الالكترون ده، اسمها فيرست ايونيزيشن انرجي. يعني الطاقه الاولى دي، الطاقه اللي محتاجها عشان افقد الاول ده، اسمها فيرست ايونيزيشن. طب انا فقدت ده خلاص، فاضل لي مين؟ فاضل لي ال3s2 ما بفقدهمش مره واحده، بفقد الالكترون الاول اللي هو هيبقى اسمه بقى 3s1، وبعدين بفقد ال3s1 ده اللي هو، يعني بفقد على مرحلتين. فالمرحله اللي هي، يعني انت فقدت اول واحد ده خلاص، اللي بعد كده اسمه سكند ايونيزيشن، وبعد كده ثيرد ايونيزيشن. يبقى انا عاوز افقد ثلاث الكترونات. الالكترون الاول هيبقى اسمه فيرست ايونيزيشن، الثاني اسمه سكند ايونيزيشن، الثالث اسمه ثيرد ايونيزيشن. فهو بيقول لك ايه؟ انك انت لو عندك
ام اي element والelement ده metal مثلا والmetal ده انا عشان افقد اول energy level سوري اول electron الطاقة بتبقى قليلة شوية خلاص. يبقى الفيرست انرجي في الديفينيشن بتاعه بيقول لي هنا ايه it is amount of energy ركز معايا required to remove an electron which is most loosely bonded يعني عشان افقد اكتر الكترون ضعيف او مرتبط بضعف to the nucleus يعني مشدود بقوة قليلة جدا. طيب والسكند ionization السكند هو بقى ايه ال- ال- انك تفقد الالكترون اللي بعده is amount of energy required to remove an electron from positive ion carried او carries one, a, one positive charge يعني انت عشان تفقد الالكترون والالكترون ده طبعا عليه positive charge يعني او ال- او ال- الاتوم كلها عليها positive charge. ايه البوزيتيف تشارج دي؟ البوزيتيف تشارج دي جت من الاتوم لما فقدت 1 الكترون يعني انا كان عندي ام الام دي فقدت 1 الكترون بقى اسمها ام 1 اللي هي ام بوزيتيف 1 يعني انا بقى هنا الام بوزيتيف 1 دي عاوز افقد كمان الكترون هيبقى اسمي ام بوزيتيف 2 فاهم الفكره؟ طب الثيرد انرجي ليفل ببدا بام بوزيتيف 2 انا فقد 2 الكترون وهفقد الثالث انا هفقد الايه هفقد الثالث فروم تو بوزيتيف تشارجز انا بادئ باثنين ما انا فاقد قبل اثنين اهم وهفقد الايه وهفقد الثالث فهيبقى عليه 3 بوزيتيف ايه 3 بوزيتيف تشارجز زي مثلا الالومنيوم لما يفقد ايه لما يفقد 3 ايه الكترونز ماشي. الفكره ان الطاقه اللازمه لانك تفقد الالكترون الثالث اكتر من الالكترون الثاني اكتر من الالكترون الايه اكتر من الالكترون الاول دايما كل ما تطلع في الايونيزيشن كل ما الانرجي تبقى محتاجها يعني انت عشان تفقد الالكترون الاول محتاج طاقه قليله عشان تفقد الالكترون الثاني محتاج طاقه اكبر عشان تفقد الالكترون الثالث محتاج طاقه اكبر وهكذا. طبعا هو جايب لي هنا examples بس من اهم الاكزامبلز دي هي النوبل جازس والالكالي ميتلز. افهم بقى الموضوع ده انا دلوقتي واحد اسمي ان ايه ركز معايا في الحته دي قوي عشان الحته دي محتاجه تركيز شويه. عندي تو اليمنتس واحد اسمه ان ايه وواحد اسمه ان ايه واحد اسمه صوديوم خلاص وواحد اسمه نيون. الحاج صوديوم ده راجل عنده 11 يعني اس اس بي اس 1 2 3 2 2 2 اس كده 10 فاضل 1 ماشي. والراجل اللي اسمه نيون ده الحاج نيون ده 10 اس اس بي 1 2 خلاص. انت هنا ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الراجل ده هو هو الراجل ده بس الراجل ده زايد عنه 1 الكترون بس فهو عاوز يعمل ريموف لل1 الكترون ده هو من مصلحته يبقى الليفل الاخير عنده كامل اللي هو السكس ده. فيقول لك ايه ان الايونيزيشن هنا خلاص قليل قوي الايونيزيشن هنا قليل في حاله في حاله الصوديوم ان هو يعمل ريموف لل1 الكترون الاولاني للفيرست ايونيزيشن يعني نفقد الاولاني ده سهل جدا. طب تعال نروح للحاج نيون نقول له حاج نيون عاوزين نرمي لك نرمي 1 الكترون احنا كمان يقول لك لا لحظه ده انا اصلا عندي الليفل الاخير كامل اللي هو 2p6 ده انا عندي الليفل الاخير كامل ده انت لو خليتني اعمل ريموف ل1 الكترون انا كده مش هبقى ستيبل انا اصلا في الحاله دي كده ستيبل اصلا خلاص انا كده في الحاله دي ستيبل ايه اللي يخليني افقد 1 الكترون فعشان تاخد مني 1 الكترون انت لازم تديني كميه ايونيزيشن رهيبه مش رهيبه قوي بس يعني تديني طاقه كبيره انا مش عاوز اعمل لوز اصلا. طب ما لسه يا عم الحاج ما الان ايه لسه مدينا الكترون واداهولنا بايونيزيشن قليل قوي قال لك اه ما هو انت الان ايه عاوز يعمل ريموف عشان يبقى ستيبل هو كده لما عمل لوز لما عمل ريموف ل1 الكترون كده هو بقى ستيبل وزي الفل انما انا اصلا ستيبل ايه اللي يخليني اعمل ايه ريموف. فدايما النوبل جازس دايما النوبل جازس عندها ايونيزيشن عالي جدا لان هي اصلا ستيبل. فيقول لي هنا فيرست ايونيزيشن بوتنشال اوف نوبل جازس از فيري هاي الفيرست ايونيزيشن بتاع النوبل جازس ده عالي جدا ديو تو ذا ستابيليتي اون اوف ذير الكترونيك كونفيجريشن اند اتس ديفيكالت تو ريموف ان الكترون فروم ا كومبليتلي فيلد شيل يعني ان انا صعب جدا ان انا ارمي الكترون من الكومبليتلي فيلد شيل. انا لو بصيت للارجون هنا الارجون لو بصيت في الحاله دي الارجون هنا هو كامل فايه اللي يخليني اعمل ريموف فاهم. والنيون نفس الكلام ايه اللي يخليني اعمل ريموف في حاله النيون وفي حاله الارجون انا كومبليتلي فيلد ويز الكترونز الاوتر موست انرجي ليفل يعني فلو فقدت انا هتضر مش هستفاد فالايونيزيشن بيبقى عالي جدا. انما في الفيرست ايونيزيشن اوف الكالي
ده بيبقى lower قليل جدا، لان اصلا عاوز افقده عشان استقر وعشان ابقى completely filled with a with electrons. المغنيسيوم نفس الكلام، المغنيسيوم ده شباب عنده 2 الكترون في الاخر، فالالكترون الاول بيحتاج طاقه قليله عشان يفقده، الالكترون الثاني بيحتاج طاقه قليله اكتر شويه عشان يفقده، انما هو لما بيفقد 2 الكترونز هو كده استقر خلاص. افهم الموضوع ده، خلينا اشرح لكم الحته دي بسرعه وانتوا بقروها ماشي. بصوا شباب، انا عندي حاجه اسمها مغنيسيوم ام جي 12، المغنيسيوم ده يعني اس اس بي اس 1 2 3 2، ده كده 2 و2 6 كده دولت 10 فاضل 2 يبقى ايه هنحطهم هنا. ركز معايا، هو المغنيسيوم ده عاوز ايه؟ المغنيسيوم ده عنده 2 الكترون زياده، يعني هو كان عاوز اصلا يقف لحد هنا. طب يقف لحد هنا ليه؟ ان هم 10، ما هو ده كده الليفل الاول وده الليفل الثاني، هو مش عاوز ال3 ده خالص، مش عاوز بقى يخش في ال3 اس ده، فهو عاوز يعمل ريموف لل2 الكترونز دولت، عاوز يعمل ريموف لل2 الكترونز دولت. فاول الكترون بيفقده زي الفل، اللي هو هيبقى اسمه ام جي بلس بقى، لما يفقد واحد خلاص هيبقى اسمه اس اس بي اس، هنا 1 2 ركز معايا 3 2 خلاص، ده كده كونفيجريشن، هو كده فقد 1 الكترون خلاص. خلاص هو هنا احتاج ايونيزيشن قليل شويه عشان يتحول من ال 3s2 لل 3s1، احتاج طاقه قليله. طيب هيحتاج طاقه تاني، ده كده اول ايونيزيشن، ده الفيرست اهو. في السكند بقى، في السكند هيفقد ده خالص، هيبقى اسمه ام جي بلس 2، لان انا هي زودت بلس جديده لان هو فقد الكترون جديد، هيبقى اسمه 1s2 2s2 2b6. انت كده في السكند ايونيزيشن انت فقدت الكترون جديد باسمك ام جي 2. طيب انا كده وقفت لحد هنا، انا كده ستيبل ولا مش ستيبل؟ انا كده ستيبل وزي الفل ومحدش يجي جنبي. عاوز بقى اعمل له الايه الثيرد ايونيزيشن، عاوز اعمل له الفقدان الثالث. يقول لك لا لحظه، يعني انا كده يا عم الحاج، انا كده ستيبل، انا كده بقيت مستقر، ايه اللي يخليني اعمل ريموف؟ فالثيرد ايونيزيشن في حاله الام جي عالي جدا. ليه؟ لان انت هتحولني من اتوم ستيبل، من اتوم يعتبر ان هي نوبل، يعتبر ان هي خلاص وصلت الاستابيليتي بتاعتها، لان انا عملت ريموف للتو الكترونز اللي كانوا جننني، انت كده هتكسر عندي الاستابيليتي، فانا هستخدم ايونيزيشن عالي جدا عشان اتحول للحاله دي. فاحنا زي ما عملنا هنا اهو، ان الاول فقد ال1 الكترون في اسم 3s1 كده وصل لحاله الاستابيليتي، علشان تكسر الاستابيليتي ده انت محتاج ايونيزيشن عالي جدا. يعني بص في الاول كنت محتاج 700 بس، هنا 1400. في حاله بقى انك هتكسر الاستابيليتي ده، انك هتفقد الكترون ثالث، انت محتاج 7000 كيلو جول بير مول، يعني كميه كبيره. نفس الكلام هنا، ده الفيرست ايونيزيشن والسكند ايونيزيشن، دايما الفيرست ايونيزيشن بيكون قليل ماشي. طيب الجراديويشن بقى بتاع الايونيزيشن بوتنشال ان ان بريدكتبل، قال لك في السيم بيريود، في البيريود الواحده انكريز فروم ليفت تو رايت، يعني كل ما تمشي من الشمال لليمين الايونيزيشن بيزيد، وكل ما تمشي من فوق لتحت الايونيزيشن بيقل. يعني في الجروب الواحد، الجروب الواحد ديكريز فروم اب تو داون، في البيريود الواحده انكريز فروم ليفت تو رايت. ماشي كده، ده يتحفظ طبعا، ودي التفاصيل ايه بتاعته طبعا. هنا بيشرح لي الايه ان الاتراكشن بتزيد وهكذا. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. هنا شويه اب نورماليتيز بقى، شويه بقى ايه يعني بعض ال دي كلها حاجات برضو يعني ايه ممكن ان احنا تبقى تقراها مش مهمه قوي. يعني بيقول لي هنا الايونيزيشن بوتنشال اوف فوسفورس اللي هي البي 5 از هاير ذان ايونيزيشن بوتنشال اوف سلفر 16. يعني انت دلوقتي عندك حاجه اسمها السلفر اللي هو البي 15 والبي 16. ليه البي 15 بيبقى الايونيزيشن بتاعه اكبر من الـ من الايونيزيشن بتاع ال 16؟ بص يقول لك هنا، انا لو عملت البي 15 ده، لو عملت له ايونيزيشن، او عملت له يعني ان انا عملت له ريموف، انت اصلا البي 15 مستقر. بمعنى ايه؟ هو عباره عن 3s2 3p3. طب انت دلوقتي انت كل الاوربيتالز كامله ومليانه وزي الفل، فانت لو عملت ريموف لل1 الكترون ده هتبقى ان ستيبل. انا كنت ستيبل وكنت زي الفل، عشان تعمل لي ريموف انت كده كسرت عندي الاستابيليتي، لان الاستابيليتي عندي كانت متمثله في فكره ان عندي الاوربيتالز كامله. انما الاس 16 لما تيجي تعمل له كونفيجريشن هتلاقي في البي هنا 4، هتلاقي في البي اي 4، وبالتالي هو عنده 1 الكترون عامل اللي هو ايه، ان عامل دبل
ماشي، يعني عامل ايه كومبليتلي فيلد، فانا سهل جدا ان انا اعمل ريموف لده عشان افقده. ما انا كده برضو لو عملت له ريموف انا هفضل ستيبل زي ما انا. فعموما في حاله البي انت بتكسر الاستابيليتي، في حاله الاس انت مش بتكسر الاستابيليتي ولا حاجه، فاهم؟ بيقول يعني بيكوز اتوم بيكام مور ستيبل في حاله وين 3 بي سب ليفل از هاف فيلد ويز الكترونز ان از ان فوسفرس، يعني زي في حاله الفوسفرس انت عاوز تفضل هاف فيلد كده، انما كده انت عملت ايه ريموف فات ويل ديكريس ايه ديكريس استابيليتي. ماشي، نفس الكلام هنا الايونيزيشن بوتنشال بتاع الالومنيوم از لوور ذان الام جي، طبعا الايه هتقراها نفس الفكره بتاعه الايه الاستابيليتي، وده اكزامبل برضو. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الالكترون افينيتي، والالكترون افينيتي هي يعتبر عكس الايونيزيشن بوتنشال، وان شاء الله تكون سهله برضو. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.